كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب. إن الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الواحد في ذاته لا قسيم له، وهو الواحد في صفاته لا مثيل له، وهو الواحد في أفعاله لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فالتقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تعالى في وفيكم وفي الناس أجمعين. ثم أما بعد، معاشر الصالحين والصالحات من المؤمنين والمؤمنات، إن الشباب هم عماد المستقبل، وهم رجال هذه الأمة في غدها، فمن هؤلاء الأبناء والشباب ينشأ العلماء والموجهون، ومن أبنائكم وفلذات أكبادكم ينشأ الجنود والمجاهدون، ومن هؤلاء الأطفال والصبيان ينشأ الصناع والمحترفون. إن صلح هؤلاء الأبناء قرت أعين آبائهم بهم في الحياة، وجرى عليهم نفعهم بعد الممات، ولحقوا بهم إنهم دخلوا الجنات، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن هاهنا أيها الإخوة والأخوات، اتجهت عناية الأنبياء والمرسلين بالذرية حتى قبل وجودها، فكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الذرية، ويسألون الله عز وجل صلاح الذرية واستقامة الذرية وطاعة الذرية قبل أن يرزقهم الله وقبل أن يهبهم الله عز وجل هذه الذرية. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يسأل الله قائلا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. زكريا يدعو الله قائلا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والصالح من عباد الله يقول: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي. فهذا هو الاهتمام بالتربية المبكرة بالأبناء، فأبناؤنا حتى يستقيموا على أمر الله، حتى يكونوا قرة أعين لنا، ينبغي أن نهتم بتربيتهم، أن تكون تربيتهم تربية مبكرة، لأن كثيرا من الناس يخطئ الجادة ويرى أن الولد لا يربى ولا يوجه ولا يرشد إلا إذا بلغ من العمر 8 أو 9 أو 10 سنوات أو أكثر، وهذه والله خسارة ما بعدها خسارة. إن التربية المبكرة تبدأ في وقت مبكر جدا، ولذلك لما جاء رجل إلى مالك بن نبي فقال له: يا إمام، لقد رزقت بنتا فعلمني كيف أربيها، الله ارزقني واحد البنية أريد أن أربيها، وأنت إمام وأنت مربي، علمني كيف أربيها. فقال: كم عمرها؟ متى ولدت هذه البنية؟ قال: من سنة، أي عندها عام. فقال هذا الرجل: لقد فاتك الخطاب،
لقد فاتك الخطاب، وهو في الحقيقة ما فاته الخطاب، لكن هذا الكلام تجسيد من رجل مجرب خبير بصير بأمور التربية، أراد أن يفهم السائل أن أمر التربية يبدأ من سن مبكرة جدا. إن تربية الأبناء أتدرون من متى تبدأ؟ من اليوم الذي تفكر فيه أن تذهب خاطبا لزوجتك، في تلك الساعة وفي ذلك اليوم يتقرر مصير أبنائك في رقبتك وذمتك، في اليوم الذي تذهب فيه خاطبا، فعليك أن تختار له أما، هذه من التربية، أن تختار أما وأن تنتخب أما من الصالحات لولدك، لأن اختيار الأم حق للولد، أنت ما تتبرعش عليه، لا تتبرع على ولدك بأمه، إنما هو حق في رقبتك، ينبغي أن تختار له أما وأن تنتخب له أما من الصالحات المصلحات المطيعات الطائعات. ولذلك لما جاء رجل إلى عمر الخطاب رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين يشكو إليه عقوق ولده، قال هذا ولدي يعصيني وهذا ومراه طايع معايا، فأرسل عمر الخطاب إلى الولد قال إن أباك هذا يزعم أنك تعقه، فقال يا أمير المؤمنين الولد قال يا أمير المؤمنين هل للولد على الوالد حق؟ هل الابن له حق على والده على أبويه؟ قال نعم. قال فما هو يا أمير المؤمنين؟ قال من حق الولد على أبيه أن يختار أمه وأن يحسن اسمه، أن يختار له اسما وأن يعلمه وأن يحفظه الكتاب أي القرآن، إذا أطلق الكتاب أي هو القرآن. فقال الولد يا أمير المؤمنين أما أبي فلم يصنع شيئا من هذا، لم يؤدي إلي شيئا من هذه الحقوق، أما أمي فهي زنجية كانت تحت رجل مجوسي، كانت أمة تباع وتشترى مملوكة لرجل مجوسي، أما اسمي فقد سماني جعلا أي خنفساء، سموه بخوشة حشرة، أما الكتاب أي القرآن فلم يحفظني حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل. فالتفت أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه إلى الوالد إلى الأب فقال يا هذا لقد عققت ولدك قبل أن يعقك وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك، لا بد من التربية المبكرة للأبناء، وبعد الزواج بعد اختيار الأم بعد اختيار الزوجة بالمواصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون ذات الدين. إذا أحست المرأة بالحمل وأنها حبلى، إذا شعرت بأن هناك جنينا يتحرك في أحشائها، عليها أن تكثر من الدعاء هي وزوجها، فإن الدعاء له أثر عظيم في سلوك الأبناء وفي توجيه الأبناء وفي صلاح الأبناء. وقدوتنا في ذلك وأسوتنا في ذلك زوجة عمران أم مريم والدة عيسى عليه الصلاة والسلام، لما حملت بمريم ماذا قالت؟ قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أوقفت لك ما في بطني محررا لخدمة المسجد الأقصى بيت المقدس، رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني دعاء، وهي حبلى، فتقبل مني. فماذا كانت النتيجة وماذا كان الجواب؟ كان الجواب بعد ذلك فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نبات الحسنة، وأنبتها نبات الحسنة. ثم بعد الولادة تبدأ التربية ويبدأ التوجيه ويبدأ الإرشاد أيها الإخوة والأخوات. ومن الإرشاد ومن التربية، وأنا أضغط على العبارات مراعاة للوقت، أن تسحب ولدك إلى المسجد، أن تأتي بابنك إلى المسجد. أين أبناؤكم يا معاشر الإخوة والأخوات؟ إني لا أرى طفلا بينكم، ما هذا الذي أرى؟ إن الدين النصيحة،
لا خير في إن لم أقله ولا خير فيكم إن لم تقبلوه وتسمعوه. إننا لا نقبل بأن تفرغ مساجد المسلمين حتى في بلاد المسلمين من الأطفال، فكيف وأنتم في هذه البلاد؟ لا يليق أبدا بالمسلم أن يأتي إلى المسجد ويحافظ على الصلوات ويدع أبناءه إلى الشارع، ويدع أبناءه إلى الشارع، وكأنني أنظر إلى مسجدكم وأردد مع شاعر باكستان الكبير، شاعر الإسلام محمد إقبال عليه رحمة الله، وهو يعاتب المسلمين على أنهم فرطوا في أبنائهم وأفرغوا مساجدهم من أطفالهم، وهو يعاتبهم قائلا بهذه الأبيات: أرى التفكير أدركه خمول ولم تعد العزائم في اشتعال، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلقين الغزال، منائركم في كل ساح، أي مساجدكم منتشرة في كل مكان، منائركم في كل ساج، ومسجدكم من العباد خالي، مسجدكم من الأطفال والصبيان خالي، وجلجلة الأذان في كل حي، ولكن أين صوت من بلالي؟ أين صوت من بلالي؟ أين أطفال المسلمين في مساجد المسلمين؟ فإن المسجد هو المدرسة، هو الجامعة، المسجد هو الانطلاقة، هو الأساس الذي ينطلق منه أبناء المسلمين للتربية وللتعليم وللتوجيه. فمن أين يتعلم أبناؤنا؟ كيف يتعلمون؟ إن الذي يأتي إلى هذه الديار ثم يترك أبناءه هملا يدعهم للشارع، مثله كطيار، كقائد الطيارة، ربان الطيارة والطائرة مليئة فيها 300 ولا 400 أو أقل أو أكثر، فإذا غاضه أحد الركاب قلقش واحد من الركاب وطيرها له ثم لم يصبر عليه، ماذا قال؟ قال: أنا سأنزل بمظلتي، غادي نقفز بالمظلة ديالي وأترككم مع هذا الذي آذانا في هذه الطائرة، لينجو بنفسه. ثم ترك الطائرة تسير في جو السماء، في جو هائم لا يعلم مصيرها إلا الله رب العالمين. فكذلك إن بعض الناس يأتي بأبنائه وأسرته إلى هذه الديار ثم يحدث بينهم شنآن، فيتخلى عن أسرته ويتخلى عن تربيتهم ويتخلى عن توجيههم، ثم يأتي هو يحافظ على الصلاة في المساجد ظنا منه أنه على خير وأنه على هدى وأنه على استقامة، والحال أنه فرط تفريطا عظيما، والحال أنه فرط تفريطا عظيما. فيا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، أوصيكم بهذه الوصية، أموت وتبقى لكم هذه الكلمة: عليكم أن تتقوا الله عز وجل في أبنائكم، فإن الذي أراه لا يفرح مسلما، الذي أراه، وهذا هو الحق الذي أدين الله به والذي ألقى الله عز وجل. رأيت هناك تقصيرا عندكم هنا في هذه المدينة فيما يتعلق بأبنائكم، لا وجود لأبنائكم في مساجدكم، لا وجود لأبنائكم في التحفيظ ولا في المدرسة، هناك مدرسة عندكم قائمة في المسجد تستقبل أبناءكم للدراسة في كل المستويات. ولكن للأسف الشديد كدت أن أبكي عندما سألت وأخبرت بأن مجموعة الطلبة الذين يحضرون لا يصل عددهم إلى 20، وهذه نكسة عظيمة، هذه نكبة كبيرة. من الذي يعلم أبناءنا؟ من الذي يرشدهم؟ من الذي يعلمهم؟ إن الولد أيها الإخوة والأخوات، كما تعلمون، كما صح الحديث وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يولد كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد وفي قلبه لا إله إلا الله، صفحة بيضاء قابلة للنقش، يولد كأنه عجينة طرية بإمكان الوالدين أن يشكلا منه
ماذا أرادوا بإذن الله عز وجل؟ فيبقى توجيه الولد حسب ما أراد الوالدين وحسب توجيه الوالدين. فإن وجه الوالدان هذا الولد وهذا الصبي ذكرا كان أم أنثى إلى طاعة الله عز وجل، إلى المساجد، إلى تعليم القرآن، إلى تعليم اللغة العربية وهي لغة القرآن العظيم، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى سيعينهم على هذا الأمر وسيفتح على هذا الولد. وأبناؤكم أذكياء، أبناؤكم أذكياء. لا أقبل من أحد أن يقول والله أولادنا راهم هنا في إيطاليا ولا في كذا ولا في